الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث في بيان صفة الصلاة والعناية بذلك والاهتمام به من أجل ما تقضى فيه الأوقات وتبذل فيه المجهودات للعلم بمراد الله جل وعلا والوصول إلى معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما وردت عنه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد وقف بنا المقام في مسائل تتعلق بالسجود. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا من المجالس التي يعقدها صاحب المعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه في مؤلفه ومصنفه المسمى الجامع في صفة الصلاة. قال شيخنا حفظه الله: الرابع والعشرون صفة السجود. وللسجود صفتان مستحبة ومجزئة. صفة السجود المستحب: أولا، أن يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، وهي الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين، لما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ثانيا، أن يجافي عضديه عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطيه ما لم يؤذي أحدا، أحسن الله إليه، لما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. ثالثا، أن يجافي بطنه عن فخذيه فلا يحمل بطنه على فخذيه، لما أخرجه أبو داود من حديث أبي حميد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. رابعا، أن يجعل قدميه قائمتين ويستقبل بأطرافهما القبلة ويفرج بينهما فلا يلزقهما ببعضهما البعض، وإنما يقيم كل واحدة منفردة عن الأخرى. وهذا كله من السجود المعتدل الذي أمر به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: السنة أن يعتدل في السجود ويجافي عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه، ويكون معتدلا ويرفع ذراعيه عن الأرض ويعتمد على كفيه في السجود، فيكون معتدلاً اعتدالاً كاملاً لا شبه المنبطح، يمد نفسه كالمنبطح، بل يعتدل ويقيم ظهره وبدنه إقامة تامة حتى يكون معتمداً على كفيه، رافعاً بطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه حال السجود. انتهى كلامه. أما السجود المجزئ فهو أن يضع جزءاً من كل عضو من الأعضاء السبعة على الأرض دون تمكينها. كيف يكون السجود؟ السجود
له صفتان: صفة مستحبة يعني فاضلة زائدة عن القدر الواجب، وصفة مجزئة لا يجزئ شيء دونها، فلا بد من الإتيان بها على أقل تقدير. فهاتان صفتان. أما الأولى الصفة الفاضلة، الصفة المستحبة، فهي أن يمكن الأعضاء السبعة من الأرض، يمكن هذه الأعضاء السبعة وهي الأنف والجبهة واليدان والركبتان وأطراف القدمين. هذه الأعضاء السبعة لا يكفي في المستحبة أن يكون بعض هذا العضو على الأرض، وإنما السنة والمستحب تمكين جميع هذه الأعضاء على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وهي السبعة هذه التي ذكرنا، وأيضا أن يجافي العضدين عن جنبه، فلا يلصق العضدين بجنبه، وإنما يجافي عضديه عن جنبه حتى يبدو بياض الإبط، لأنه مجافي له، لكن بدون أن يؤذي جاره ومن حوله عن يمينه وعن شماله، بدون أذية، بقدر المستطاع بدون أذية من هو على يمينه وشماله إذا كان في صلاة جماعة. وأن يجافي البطن عن الفخذين، لا يلصق بطنه بفخذيه، وإنما يجافي يرفع البطن عن الفخذين، فلا يحمل البطن لا يحمل بطنه على فخذيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو حميد كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام فرج بين فخذيه، غير حامل صلى الله عليه وسلم بطنه على شيء من فخذيه، فيفرج بين فخذيه ولا يحمل بطنه على شيء من فخذيه، وأيضا أن يجعل القدمين قائمتين ورؤوس الأصابع إلى القبلة، يستقبل بأطراف أصابع قدميه القبلة ناصبا قدميه مفرجا بينهما على الصحيح، وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة، مسألة التفريج أو الضم للقدمين، لكن الصحيح كما سيأتي هو التفريج بين القدمين حال السجود، فلا يلزقهما، لا يلصق القدمين بعضهما ببعض، وإنما يقيم كل واحدة منفردة عن الأخرى، هذا يسمى السجود المعتدل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود، هذا هو السجود المعتدل. أما السجود المجزئ فهو أن يضع جزءا من هذه الأعضاء، جزء من كل عضو، أن يضع جزءا من كل عضو من الأعضاء السبعة على الأرض دون
أن يمكننا من ذلك. فمثلا لو أن إنسانا سجد ولكنه لم يمكن جميع يده على الأرض وإنما بعض يده، أو لم يمكن جبهته وإنما بعض جبهته أو بعض قدميه، صح سجوده إذا كان على الأعضاء السبعة لكن بدون تمكين، ويسمى هذا بالمجزئ، لكنه ترك الأفضل وترك المستحب وترك الاعتدال في السجود الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال شيخنا حفظه الله: 25 مسائل تتعلق بالسجود، وها هنا مسائل تتعلق بالسجود. المسألة الأولى: كيفية الهوي إلى السجود، هل هو بالركبتين أو اليدين؟ وهذه المسألة وصفها الشوكاني رحمه الله بأنها من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، ولكن إذا علم طالب العلم أن ثمرة الخلاف فيها سهلة وإنما هو في تحقيق الأفضل سهل عليه أمرها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أما الصلاة بكليهما فجائزة باتفاق العلماء، إن شاء المصلي يضع ركبتيه قبل يديه، وإن شاء وضع يديه ثم ركبتيه، وصلاته صحيحة في الحالتين باتفاق العلماء، ولكن تنازعوا في الأفضل. انتهى كلامه. القول الأول: يستحب للمصلي أن يضع ركبتيه قبل يديه، وهو مذهب الجمهور الحنابلة وقول الحنفية والشافعية واختيار ابن عبد البر، ونسبه الترمذي إلى أكثر أهل العلم، واستدلوا بما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وبما صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. القول الثاني: يستحب للمصلي أن يضع يديه قبل ركبتيه، وهو مذهب المالكية ورواية في مذهب الحنابلة واختيار ابن حزم، واستدلوا بما أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذان الحديثان هما عمدة المختلفين في هذه المسألة، وقد اختلف العلماء في تصحيحهما وتضعيفهما. قال النووي رحمه الله: واحتج لمن قال بتقديم اليدين بأحاديث، ولمن قال بعكسه بأحاديث، ولا يظهر ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: والراجح أن المصلي يستحب له أن يضع ركبتيه قبل يديه، وإن فعل الأرفق بحاله فلا حرج عليه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: الأمر في هذا واسع، سواء قدم ركبتيه أو قدم يديه فالصلاة صحيحة، وإنما الخلاف في الأفضل، والصواب أن الأفضل هو تقديم الركبتين قبل اليدين، إلى أن قال: وإن قدم يديه ثم ركبتيه فلا حرج. ومن ترجح عندهم تقديم اليدين واجتهد في ذلك فلا ينكر عليه، وينبغي في ذلك عدم التشديد وعدم النزاع والخلاف. هذا كله إذا كان يستطيع تقديم ركبتيه، أما إذا كان عاجزاً لكبر سنه أو مرضه فإنه يقدم يديه ولا شيء عليه، والحمد لله. المسائل المتعلقة بالسجود منها أولاً كيفية الهوي إلى السجود، أيبدأ تصل الركبتين إلى الأرض قبل اليدين، أو تصل اليدين أو تصل اليدان إلى الأرض قبل الركبتين؟ هذه مسألة كثر فيها الكلام، والشوكاني رحمه الله قال إنها من معارك الأنظار ومضايق الأفكار، ولكن في الحقيقة المسألة سهلة لا تعدو
أن تكون أيهما أفضل، فأي الأمرين أو الحالين سجد بها فصلاته صحيحة، سواء قدم الركبتين أو قدم اليدين. لكن البحث في ما هو الأفضل، وإلا لا نزاع ولا خلاف في صحة الصلاة بأي الحالين، سواء قدم الركبتين قبل اليدين أو قدم اليدين قبل الركبتين. فالقول الأول أن الأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه، هذا مذهب الجمهور، أكثر أهل العلم كما ذكر الترمذي رحمه الله، إلى أن أكثر أهل العلم على هذا. ودليل هذا الاستحباب أن المقدم الركبتين على اليدين حال السجود ما جاء عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه. هذا نص، هذا نص في المسألة. وأيضا صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يضع ركبتيه قبل يديه. وفي المسألة قول ثاني، وهو استحباب أن يضع يديه قبل ركبتيه، هذا مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة، وهي اختيار ابن حزم من الظاهرية. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذان الحديثان هما عمدة المختلفين في هذه المسألة، وكل يستند إلى حديث، إلا أن الحديث الثاني قد ذكر غير واحد من أهل العلم أن هذا الحديث منقلب، فإن لا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه هذا حال البعير، فهذا كما قال ابن القيم وجماعة من أهل العلم أنه منقلب. فيبقى دليل القول الأول أظهر وأقوى، ولذلك الراجح أن المصلي يستحب له أن يضع ركبتيه قبل يديه، على أنه لو فعل الأرفق مثل كبير السن أو المريض فيعتمد على يديه أرفق له وأيسر فلا حرج عليه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: المسألة الثانية، يجب السجود على الأعضاء السبعة، وهي الجبهة مع الأنف واليدان والركبتان والقدمان، وهذا هو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية واختيار ابن حزم وشيخنا ابن باز. ودليل ذلك ما أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. وذهب الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية في المذهب أن من ترك بعض أعضاء السجود السبعة إلا الجبهة فلا شيء عليه، لأن السجود إنما يتناول الوجه فقط. واحتجوا بأن اسم السجود يتناول الوجه فقط، وأن الساجد على الوجه يسمى ساجدا، أما لو وضع غيره على الأرض فلا يسمى ساجدا، ولكن سجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه. واعلم أن الصحيح أنه يصح السجود على هذه الأعضاء ولو وجد عليها حائل. نعم، السجود على الأعضاء السبعة عند جماعة من أهل العلم وهو مذهب الحنابلة والأصح عند الشافعية واختيار ابن حزم من الظاهرية واختيار شيخنا شيخ ابن باز غفر الله له، أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب ولا بد من السجود عليها جميعا،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وقول الثاني قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عند الحنابلة أيضا أن من ترك بعض أعضاء السجود السبعة غير الجبهة، لأن الجبهة هي التي تكون في الوجه والسجود للوجه، فهم يشترطون الجبهة، أما غير الجبهة من الأعضاء الستة الباقية فلا يشترطون ذلك في صحة السجود. فلو سجد على جبهته وبعض هذه الأعضاء لم يمكنه من السجود، كمن سجد وإحدى قدميه رافعاً لإحدى قدميه أو لإحدى يديه أو لأنفه، فإنهم عندهم أن ذلك لا يضر في صحة السجود، وبالتالي فالصلاة صحيحة. وحجتهم في هذا أن اسم السجود للوجه فقط، ولا يسمى الساجد ساجدا إلا إذا سجد على وجهه، أما لو مكن يده ولم يمكن وجهه أو مكن رجله ولم يمكن وجهه لا يسمى ساجدا، فلا يصدق اسم السجود إلا على من سجد على الوجه. فإذا سجد وجهه فإنه سمى ساجدا، ولو لم يمكن غير الوجه فإنه يسمى ساجدا، وعلى هذا إذا صح أنه سمى ساجدا فسجوده صحيح وهو قد سجد، فلا يقال بعدم صحة سجوده. لكن الصحيح أنه يصح السجود على هذه الأعضاء، وأنه السنة في السجود المعتدل أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، لكن لو سجد وبعض هذه الأعضاء لم يسجد عليها فما الحكم؟ نعم، قال شيخنا حفظه الله واعلم أن الصحيح أنه يصح السجود على هذه الأعضاء ولو وجد عليها حائل، والحوائل ثلاثة أقسام: الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود كأن يضع إحدى يديه على الأخرى أو يسجد على يديه، فهذا لا يصح لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة. الثاني أن يكون الحائل من غير أعضاء السجود إلا أنه متصل بالمصلي كأن يسجد على شماغه أو طرف ثوبه، فإن كان لعذر من حر أو مطر فيجوز، وإن كان لغير عذر فيكره. الثالث أن يكون الحائل منفصلاً عن المصلي كأن يصلي على سجادة، فهذا جائز ولكن لا يشابه بها أهل البدع في كيفيتها. نعم، هذه الحوائل التي تحول بين تمكين العضو أحد هذه الأعضاء السبعة من السجود على الأرض لا يخلو من إحدى ثلاث صور، واحدة من صور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود كمن يسجد وإحدى رجليه على الأخرى أو إحدى يديه على الأخرى، نعم، أو يسجد على يديه، يعني ما مكن الجبهة على الأرض وإنما حال بينها وبين الأرض بحائل، فهذا لا يصح لأنه لم يسجد على الأعضاء السبعة على القول بأنه يجب عليه أن يسجد على الأعضاء السبعة. أما إذا كان الحائل من غير أعضاء الوضوء لكنه متصل بالمصلي مثل طرف ثوبه أو شماغه أو عمامته، فإن كان لعذر من حر شديد لا يستطيع أن يمكن جبهته فوضع حائل من قماش من شماغ متصل به من طرف ردائه أو بشته، فإذا كان لعذر فلا حرج
وإن كان لغير عذر فيكره هذا. لكن الحال الثالثة هي إذا كان الحائل منفصلا عن المصلي، كمن يصلي على سجادة، فهذه منفصلة عن المصلي وتحول بينه وبين تمكين هذه الأعضاء على الأرض مباشرة، فلا حرج. والناس اليوم يصلون على السجادات وعلى نحو ذلك، فلا حرج في ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: المسألة الثالثة صفة سجود المرأة، فالمرأة حال سجودها تجمع نفسها وتلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون، وهذا هو مذهب الجمهور، وهذا هو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ودليلهم أن هذا أستر لها. والصحيح أن المرأة كالرجل في هيئة الصلاة، ولم يأتي دليل يخرجها من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو اختيار شيخنا ابن باز رحمه الله. كيف تسجد المرأة؟ أكثر أهل العلم هو مذهب الجمهور على أن المرأة ليست كالرجل، فالمرأة مطلوب منها ستر نفسها، فقالوا إذا سجدت تجمع نفسها، تلصق بطنها بفخذيها كأستر ما يكون، وهذا دليله عندهم أن هذا أستر لها، والمرأة في الجملة مطلوب منها الستر، وأن تستر نفسها ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. والقول الثاني أن المرأة في السجود كالرجل سواء بسواء، واستدلوا على ذلك بأن لا دليل على التفريق بين المرأة والرجل في السجود، والنبي صلى الله عليه وسلم في عمومات الأمر بكيف يصلي الإنسان ومن ذلك السجود قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا دليل عام يشمل الرجل والمرأة، ومن فرق بينهما فعليه الدليل، لأن المتمسك بهذا متمسك بالعموم ولا مخصص، فإذا جاء المخصص فهو مقدم. أما وقد لم يوجد الدليل المخصص فيبقى الأمر على عمومه، وأن المرأة كالرجل سواء بسواء، وهذا هو الصحيح في المسألة، وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. نعم. قال شيخنا حفظه الله: المسألة الرابعة هيئة القدمين في السجود. السنة للساجد أن يجعل أصابع قدميه تجاه القبلة، لحديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة. وهل يباعد بين قدميه أم يلصقهما؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يباعد بينهما، فهو الأصل في حال القدمين في القيام والركوع، ومثله السجود، ولم يأتي نص يخصص السجود. قال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه وبين قدميه. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: قال أصحابنا: يكون بين قدميه قدر شبر. انتهى كلامه. وقال ابن قدامة: ويستحب أن يفرق بين ركبتيه ورجليه، لما روى أبو حميد أنه قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وذهب ابن خزيمة والبيهقي وبعض الحنفية إلى أن المصلي يلصق قدميه بعضهما ببعض، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدا راصا عقبيه،
مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، ولو صحت هذه اللفظة لكانت حجة، ولكنها زيادة شاذة. فقد أخرج الحديث مسلم وأحمد والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله عنها ولم يذكروا هذه اللفظة. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: السنة أن يفرقهما كما يفرق يديه إذا سجد، وهكذا يفرق رجليه إذا سجد. أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجداً راصاً عقبيه مستقبلاً بأطراف أصابعه القبلة فهذا فيه نظر، والظاهر أنه شاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة رواه الحاكم وجماعة. والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه كل واحدة منفردة عن الأخرى. نعم، هذه المسألة التي ذكرناها آنفا وهي هيئة القدمين في السجود، هيئة القدمين في السجود أن يجعل أصابع قدميه تجاه القبلة، وذلك لحديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في نقله صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف رجليه القبلة. هذا هو النص في هذه المسألة، يستقبل بأطراف رجليه القبلة. المسألة الثانية: هل يباعد بين قدميه حال السجود أم يلصقهما؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يباعد بين قدميه، فهو الأصل في حال القدمين في القيام. إذا قام الإنسان حال القيام لا يلصق القدمين، وكذلك في الركوع لا يلصقهما، فكذلك في السجود. ولم يأتي نص يخصص السجود، والقول الثاني وهو ما ذهب إليه ابن خزيمة والبيهقي وبعض الحنفية إلى أن المصلي يلصق قدميه بعضها ببعض، استدلالا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي فوجدته ساجدا راصا عقبيه مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. وقالوا قول عائشة راصا عقبيه دال على أن السنة أن يلصقهما، لكن المعترض وهم أصحاب القول الأول قالوا إن هذه الزيادة شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة، ولو صحت لكانت حجة، فيبقى الأمر على الأصل وهو المباعدة بين القدمين حال السجود. نعم. قال شيخنا حفظه الله: السادس والعشرون موضع اليدين في السجود، ويجعل يديه في سجوده حذو منكبيه أو حذو أذنيه. المنكب هو مجمع عظم العضد والكتف، فيجعل الساجد يديه مقابل منكبيه، وهذه الصفة الأولى. ودليل ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض، ونحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. والصفة الثانية أن يجعلهما حذو أذنيه بين خديه، ودليل ذلك ما أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: فلما سجد سجد بين كفيه، وعند أبي داود والنسائي: فجعل كفيه بحذاء أذنيه. والأمر في هذا سهل، وقد أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الرجل إذا سجد كيف يضع يديه، قال يضعهما حيثما تيسر. أين يضع الساجد يديه، حذو منكبيه أو حذو أذنيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم
كما روى أبو حميد كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. وجاء أيضا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر فلما سجد صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، وعند أبي داود فجعل كفيه بحذاء أذنيه. وكلا الصفتين قد وردت، فإذا سجد الإنسان وجعل يديه حذو منكبيه حال السجود أو حذو أذنيه فكلاهما قد ورد. وكما قال ابن عمر رضي الله عنهما يضعهما حيث تيسر، حيثما تيسر، سواء كان حذو منكبيه أو حذو أذنيه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: السابع والعشرون الذكر في السجود، ثم يقول: سبحان ربي الأعلى، وما قيل في الركوع يقال هنا، فأقل الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال فأقل الواجب مرة واحدة وأدنى الكمال ثلاث مرات وأعلاها عشر مرات، وإن كان إماما راعى أحوال مأموميه، وللمصلي أن يدعو الله جل وعلا بما شاء من أمور دينه ودنياه ولو كانت أمورا خالصة للدنيا على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن جنس الدعاء في الصلاة بما يحبه الإنسان من أمر الدين والدنيا جائز. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: السجود يدعو فيه المؤمن بما يسر الله له من الدعوات الطيبة ولو لم تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دعا الإنسان في السجود بمثل: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم اغفر لي ولوالدي إذا كان والداه مسلمين، اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين، اللهم اصلح قلبي وعملي، وما أشبه ذلك من الدعوات فيما يتعلق بالآخرة والدنيا فلا بأس، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أصلح زوجي، اللهم اغفر لوالدي، اللهم ارزقني رزقا حلالا، إلى غير هذا. هذا كله طيب في السجود. انتهى كلامه. وقد حفظ عنه صلى الله عليه وسلم دعوات ينبغي للمصلي أن يحرص عليها، ومنها: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخرة وعلانيته وسره، اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وفوقي نورا وتحتي نورا واجعل لي نورا، أو قال: واجعلني نورا. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت، اللهم لك سجدت ولك أسلمت وبك آمنت، سجد وجهي للذي خلقه فصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. مسألة: يجوز للساجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه؟ هذه المسألة وهي الذكر في السجود، الواجب أن يقول سبحان ربي الأعلى، وأقل الواجب أن يقول ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث مرات، وإذا زاد إلى عشر فحسن. والاختلاف في حكمها، في حكم قول سبحان ربي الأعلى هل هي واجب أو سنة، هو نفس الخلاف الذي ذكرناه في قول سبحان ربي العظيم في الركوع. ومن المسائل المتعلقة بالسجود أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الدعاء حال السجود، وذلك
بقوله صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فيستحب له بعد الإتيان بهذا الذكر سبحان ربي الأعلى مكررا لها على أدنى الكمال 3 أو 10 أن يدعو بما شاء، سواء كان ذلك في سؤاله لأمر الآخرة أو لأمر الدنيا، فلا حرج. لأن بعض الناس يظن أنه لا يسأل ربه في صلاته إلا ما يكون في الآخرة، ولا يسأله ما يكون من الدنيا، وهذا غير صحيح. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكثروا فيه من السجود، فأكثروا فيه من الدعاء. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء خاص بأمور الآخرة، فيدعو بالدعوات الطيبات من خيري الدنيا والآخرة. نعم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: قال: مسألة، يجوز للساجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده لأنه من جنس الدعاء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن الصلاة عليه من أعظم الوسائل التي بها يستجاب الدعاء، وقد أمر الله بها، والصلاة عليه في الدعاء هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. انتهى كلامه. قلت: ولكن لا يكون على سبيل الدوام، وإنما إذا كان عارضا كاستفتاح الدعاء، أما المداومة عليها فإنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته شيء في ذلك، والله أعلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود لا حرج فيها، لأنها من جنس الدعاء ويستفتح بها الدعاء، فلا حرج. لكن لا يكون على سبيل الالتزام والمداومة أبداً مستمراً على ذلك، لأنه لم ينقل ذلك في صفة ما يقال في السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح، لكن يدخل في عموم الدعاء. أما أن يلتزمه ويستمر عليه ويداوم عليه في كل سجود فيحتاج الأمر إلى دليل خاص. نعم. قال شيخنا حفظه الله: 28 الجلسة بين السجدتين، ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا كما سبق في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه، ثم يكبر حين يهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. وخلاف العلماء هاهنا في ركنية الاعتدال من السجود هو الخلاف في الاعتدال من الركوع، وقد سبق بيانه. ويجلس مفترشاً، وهذه جلسة ما بين السجدتين، وصفتها أن يفرش رجله اليسرى ويجعل ظهرها للأرض، ويجلس على بطنها وينصب اليمنى، ويثني أصبعه ويثني أصبعها نحو القبلة. أخرج البخاري من حديث أبي حميد الذي وصف بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. وأخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأخرج النسائي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وفي حديث أبي حميد رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. الجلسة بين السجدتين بعد الاعتدال من السجود، يرفع رأسه من السجود ويكبر كما سبق في حديث أبي هريرة، ثم يكبر حتى يهوي إلى السجود، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد. والخلاف في هذه التكبيرة، تكبيرة الانتقال، كما مر معنا سابقا
في تكبيرات الانتقال، ويجلس في هذه الجلسة بين السجدتين مفترشا. ما معنى مفترشا؟ يعني يفرش رجله اليسرى ويجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها، واليمنى منصوبة، ويثني إصبع اليمنى نحو القبلة. هذا معنى يجلس مفترشا، يعني يفرش رجله اليسرى ويجعل ظهرها إلى الأرض ويجلس على بطنها، أما اليمنى فينصبها ويثني أصابع اليمنى نحو القبلة. نعم. قال شيخنا حفظه الله: حكم الإقعاء. أخرج مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. وأخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، ونهاني عن ثلاث: أمرني بركعتي الضحى كل يوم، وأمرني بركعتي الضحى كل يوم، والوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب. وأخرج مسلم من طريق أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق الأعمش عن عطية أنه قال: رأيت العبادلة يقعون في الصلاة بين السجدتين، يعني عبد الله بن الزبير وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. وأخرج البيهقي من طريق معاوية بن خديج أنه قال: رأيت طاووسا يقعي، فقلت: رأيتك تقعي؟ فقال: ما رأيتني أقعي، ولكنها الصلاة، رأيت العبادلة الثلاثة يفعلون ذلك: عبد الله بن عبد الله ابن عباس، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير يفعلونه. والراجح، قال شيخنا حفظه الله: والراجح أن الإقعاء له معنيان، أحدهما أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ويضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب، وهذا تفسير أهل اللغة. ثانيهما أن يضع إليتيه على صدور عقبيه، وهو تفسير الفقهاء. قال النووي رحمه الله: وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذه الأحاديث، والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان، أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب، هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام وآخرون من أهل اللغة، وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس بقوله: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: الإقعاء المكروه في الصلاة هو أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه حال جلوسه كإقعاء الكلب والذئب ونحو ذلك، ويسمى عقبة الشيطان، كما في حديث عائشة: نهى عن عقبة الشيطان، وحديث آخر: نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وهو إذا جلس بين السجدتين أو للتشهد ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه، هذا هو الإقعاء المنهي عنه. وهناك إقعاء مشروع ذكره ابن عباس رضي الله عنهما وأنه من السنة، وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين ويداه على فخذيه ويجلس على عقبيه، هذا من السنة، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه من السنة، ولكن الأفضل منه أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، انتهى كلامه. أما اليدان فإن المصلي يضعهما مبسوطتين باتجاه القبلة على الإقعاء في السجود ورد فيه نصان: نص ينهى عن الإقعاء، ونص يبين أنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
فكيف الجمع بينهما؟ الأول في قول نهى عن إقعاء كإقعاء الشيطان، أو نهى عن عقبة الشيطان، أو إقعاء كإقعاء الكلب ونهى عن عقبة الشيطان، فله صفة. هذه الصفة أن ينصب فخذيه وساقيه ويعتمد على يديه حال سجوده، هذا إقعاء منهي عنه، وهذا هو إقعاء الكلب. نهى عن ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم عقبة الشيطان، وإقعاء كإقعاء الكلب هذا منهي عنه. وهناك إقعاء مشروع، وهو الذي قال عنه ابن عباس رضي الله عنهما: سنة أبيكم، سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أن يجلس على عقبيه بين السجدتين. بين السجدتين نحن قلنا أن السنة، قلنا إن السنة أن يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، هذا هو أكثر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك صفة أخرى مشروعة، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يداوم عليها وإنما فعلها، فمن فعلها فقد جاء بالسنة، وتسمى الإقعاء، وهي أن ينصب، هذا هو الإقعاء المشروع، يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، وعلى عقبيه ويداه على فخذيه، لكن يجلس بمؤخرته على أطراف رجليه العقبين، على العقبين، ينصب الرجلين ويجلس على العقبين. متى هذا؟ بين السجدتين. هذه تسمى إقعاء، لكنها إقعاء مشروع، وكان العبادلة رضي الله تعالى عنهم، ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم جميعا، كانوا يقعون في الصلاة بين السجدتين، فإذا فعلها أحيانا لفعل السنة فحسن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما اليدان فإن المصلي يضعهما مبسوطتين باتجاه القبلة على فخذيه أو على ركبتيه، كما سيأتي تفصيله في جلوسه للتشهد، ويقول: رب اغفر لي. وهذا الموطن من مواطن الدعاء، ومما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن من حديث حذيفة رضي الله عنه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فكان ما بين السجدتين نحو من السجود، وكان يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي. قال شيخنا ابن باز رحمه الله: السنة للمصلي بين السجدتين أن يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك ثلاثا، ويشرع له أيضا أن يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. وإن دعا مع سؤال المغفرة غير ذلك فلا بأس، لكن لا بد من طلب المغفرة بين السجدتين، وذلك واجب عند جمع من أهل العلم، وأقل ذلك مرة واحدة. إلى أن قال: وإن دعا لنفسه ولوالديه: اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم ارحمني ووالدي والمسلمين، كل ذلك لا بأس به، كله دعاء، لكن مع العناية برب اغفر لي مرة أو أكثر. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: ويقولها ثلاثا على سبيل الاستحباب، والواجب فيها مرة واحدة، والخلاف فيها كالخلاف في ذكر الركوع والسجود. اليدان في الجلسة بين السجدتين يضعهما مبسوطتين باتجاه القبلة على فخذيه أو على ركبتيه، وسيأتي تفصيل ذلك في جلوسه للتشهد، ويقول: رب اغفر لي، والواجب واحدة على الخلاف. فإن مذهب الحنابلة على أن قول رب اغفر لي في الجلسة بين السجدتين واجب، والجمهور على أنها سنة، والراجح أن القول رب اغفر لي
لمرة واحدة واجب، وما زاد عن ذلك فهو حسن. ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، فكان ما بين السجدتين نحو من السجود يعني في طوله، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي. وليس هذا معناه أنه لا يقول إلا مرتين، لكن هذا من جنس التعدد، لأن بعض الناس يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي يظنها أنها مرتين، وهذا إنما يقال في اللغة لجنس التعدد، مثل ما تقول قال فلان كذا وكذا، يعني ليس قال كذا وكذا مرتين، ولكن قال عدة مرات، ولكن تريد أن تبين أن ذلك متكرر. فقوله ربي اغفر لي ربي اغفر لي يعني أنه يقول ذلك مرارا، لأنه يبقى في الجلسة بين السجدتين نحوا من الوقت الذي أو الزمن والمدة التي كان فيها في السجود، فيكثر. وبعد ذلك له أن يدعو مع سؤال المغفرة ما يشاء من دعاء الله جل وعلا له ولوالديه وذريته وللمسلمين، كل ذلك حسن. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ويطمئن في هذا الركن كما يطمئن في غيره من الأركان، بحيث تعود فقرات ظهره إلى مكانها، لا كما يقول الحنفية إن الواجب يقع بقدر ما يزايل جبهته وأنفه عن السجود مما يصدق عليه مطلق الرفع عن السجود ويطيله، خلافا لقول المالكية والأصح عند الشافعية، لما ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. قال الشوكاني رحمه الله: والحديث يدل على مشروعية تطويل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، وقد ذهب بعض الشافعية إلى بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين، محتجًا بأن طولهما ينافي الموالاة، وما أدري ما يكون جوابه عن حديث الباب، وعن حديث حذيفة الآتي بعده، وعن حديث البراء المتفق عليه أنه كان ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده، وإذا رفع من الركوع وبين السجدتين قريبًا من السواء، ولفظ مسلم: وجدت قيامه فركعته فاعتداله الحديث. وفي لفظ للبخاري: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبًا من السواء. قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث يدل على أن الاعتدال ركن طويل، وحديث أنس أصرح في الدلالة على ذلك، بل هو نص فيه، فلا ينبغي العدول عنه لدليل ضعيف، وهو قولهم لم يسن فيه تكرير التسبيحات كالركوع والسجود. ووجه ضعفه أنه قياس في مقابلة النص، فهو فاسد انتهى، على أنه قد ثبتت مشروعية أذكار في الاعتدال أكثر من التسبيح المشروع في الركوع والسجود كما تقدم وسيأتي. وأما القول بأن طولهما ينفي الموالاة فباطل، لأن معنى الموالاة ألا يتخلل فصل طويل بين الأركان مما ليس فيها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. وقد ترك الناس هذه السنة الثابتة بالأحاديث الصحيحة، محدثهم وفقيههم ومجتهدهم ومقلدهم، فليت شعري ما الذي عولوا عليه في ذلك، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. رحمه الله. التطويل بين السجدتين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافاً لمن يقول بأن التطويل يفسد الصلاة لأنه ينافي الموالاة. وحديث أنس صريح، وقد رواه مسلم، صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد بين السجدتين يطيل حتى نقول قد أوهم من طول جلوسه. فهذه السنة، وإن لم يفعلها دائما لكن لا ينكر أولا على من فعلها لأنه فعل السنة،
والسنة في حق المسلم أن يأتي بها، يأتي بهذا التطويل سواء بعد الركوع في الاعتدال من الركوع أو في الاعتدال في من السجود بين السجدتين أن يطيل ذلك، فإن ركوعه صلى الله عليه وسلم وسجوده والجلسة بين السجدتين قريبا من السواء، مثل سجوده مثل ركوعه، يطيل في ذلك صلى الله عليه وسلم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: 29 السجدة الثانية، ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى وجوبا وهذا بالإجماع، ويفعل فيها مثل الأولى في الكيفية والذكر لحديث المسيء صلاته، وفي ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم السجدة الثانية، والسجدة الثانية كالأولى، وهذا في وجوبها بالإجماع، ويفعل فيها مثل ما فعل في السجدة الأولى في الكيفية في الذكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وهذه السجدة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. نقف عند هذا لنأخذ بعض الأسئلة. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على نبينا محمد.